رئيس الطهاة. احضروا العشاء. هل طلبت أن يحضروا العشاء؟ سوف أتي مع لازانيا حالاً. انتبها، إنها ساخنة. لا أبالي إن كانت ساخنة طالما هي هنا. هذا أقل ما يقال. أيمكننا الحصول على بعض الطعام بدلاً من هذا؟ يؤسفني أنها لم تعجبكما. إنها لازانيا جو المثلجة. أنا لم أملك الوقت لتهوي اللازانيا الطازجة. حسناً، اصعدا إلى السيارة، سنذهب عند فيتو. فيتو، أنت طباخ ماهر جداً. في الحقيقة، هذا الطبق أفضل بكثير من لازانيا جو المثلجة. التهاب الزائدة أفضل منها. شكراً، لكن الطاهي الحقيقي هو من علمني كيفية الطبخ الرائع جوزيبي سكويزيتو، يقوم بتهوي أشهى لازانيا في العالم. هو كان أستاذك؟ لقد كان أستاذي ومرشدي وبطلي. إنه أروع طاه إيطالي في صنع كرات اللحم. كنا محظوظين جداً لأننا تدربنا تحت يديه. أتسمون أنفسكم طهاط؟ علي وضعكم جميعاً في مآزركم المتسخة. أخبروني، ما هما أهم مكونين في أي شيء تطهونه؟ قلبنا وروحنا. لا أستطيع سماعكم. قلبنا وروحنا. إلى أن تتعلموا ذلك فأنتم لن تنالوا شرف أن يطلق عليكم لقب طهاط. لو أنني أستطيع سماعه وهو يناديني بذلك. حسناً، قم بدعوته، أنا متأكد. لا 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 لا، لقد تقاعد، اختفى قبل فترة طويلة من افتتاح لمطعم فيتو. لا أحد يعلم بمكانه أو حتى إن كان على قيد الحياة. اهدأ يا أودي. حلمت لليال كثيرة بأنه يرى ويتذوق المارينارا ويقول: فيتو، أنت رئيس طهاط. لكن ذلك لن يحصل. دعوني أحضر لكم واحدة من أشهر البيتزا المقرمشة والسميكة. فيتو رجل طيب، أتمنى لو أنه يستطيع رؤية الشيف سكويزيتو مجدداً. أشهى لازانيا في العالم. أشهى لازانيا في العالم. علي الحصول على أشهى لازانيا في العالم. استيقظ سكويك، استيقظ، هيا استيقظ. غارفيلد، لقد أيقظتني من وسط حلم عن الجبن. أحتاج لمساعدتك. كان يتعلق بجبنة تشادر المفضلة لدي. سكويك، أريد خدمة من شبكة الفئران. علي إيجاد طاه يدعى جوزيبي سكويزيتو. أيمكنك الانتظار إلى الصباح؟ بالطبع. حسناً، إنه الصباح، جده. إنه الرجل الذي يصنع أشهى لازانيا في العالم. غارفيلد، أصبح الغداء على الطاولة. كيف تتوقع مني تناول هذا بينما أشهى لازانيا في العالم موجودة في الخارج؟ هي، علي الحفاظ على قوتي. غارفيلد، وجده صديقي إيرف. أخبره يا إيرف. حسناً، هل تبحث عن الشيف جوزيبي سكويزيتو؟ بشدة. حسناً، لقد انتقلت، أعيش الآن في معمل للجبن. أنت محظوظ. والشيف سكويزيتو يأتي دائماً لشراء الموتزاريلا، الريكوتا والبارميجان. المكونات الثلاثة لأشهى لازانيا في العالم. خذني إليه في الحال. أيمكن أن نسرع؟
يعيش في بيت في ذلك الاتجاه. لماذا نذهب إلى هناك غارفيلد؟ لأنه علي الحصول على أشهى لزانيا في العالم. هذا هو المكان، يعيش هنا. شكرا، يمكنكما أن تعودا. سأذهب لآكل أشهى لزانيا في العالم. أيها الهر، ما الذي تريده؟ ها 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 ها. هل تريد اللازانيا؟ مياو. تريد أشهى لازانيا في العالم؟ لا. أتظن بأن غارفيلد سيحصل على اللازانيا؟ غارفيلد يحصل على اللازانيا دائماً. أعرف بأنني أبدو مغفلاً، لكنني لن أتوانى عن القيام بأي شيء من أجل أشهى اللازانيا في العالم. أنا هنا، غوغو. طفل صغير أمام عتبة منزلي، هل أنت شائع أيها الصغير؟ حسناً، سأحضر لك أشهى طعام قد يرغب به أي طفل. قد أتى أفضل لازانيا. طعام للأطفال مصنوع من اللفت والشوفان. لا تبكي أيها الطفل الصغير، سيجد لك سكويزيتو طعاما تحبه. هي لا تضحكوا، لقد كنتم تبكون بهذه الطريقة. خذ أيها الصغير، سوف تحب ذلك. لن ينجح الأمر. أريد إيجاد بعض الأوراق. ماذا سأفعل؟ لا يمكنني ترك طفل هنا حتى وإن كان قبيحاً وغامضاً. كيف سأجد والدته؟ رسالة؟ لم ألحظ هذه الرسالة من قبل. إن وجدتم هذا الطفل أطعموه رجاءً أشهى لازانيا في العالم، والدته. لا، لا أظن بأن اللازانيا هي طعام صحي للأطفال. ثم أرجوكم أن تعيدوه إلى الشارع الغربي. تعال أيها الصغير، سأعيدك إلى والدتك. واثق بأنك لا تريد تناول قضمة قبل ذلك؟ ها هو الشارع الغربي، مطعم فيتو للبيتزا. أتعيش هنا أيها الصغير؟ أجل هنا. أنت يا شيف كوزيتو. هذا أنت يا شيف سكويزيتو. هل تذكرني يا شيف؟ فيتو كابيليتي، كنت واحدة من تلاميذك. فيتو كابيليتي، واحد من أسوأ تلاميذي. أنت من حاول شواء سباجيتي، أليس كذلك؟ ولكنني تعلمت منك، والآن أصبح لدي مطعمي الخاص. أرجوك تذوق طعامي. تذوق هيا. أنا لن أفسد حاسة الذوق عندي بتناول طعامك. لكنني طاه ماهر الآن. إلى الأمام. يمكنك أن تكون. هاي كرة اللحم، هذه طعمها لذيذ. هل أحببتها؟ في الحقيقة إن قطعة اللحم هذه شهية جدا. أخبرني، هل لديك الكانيلوني؟ الكانيلوني؟ إنها ستحضر حالا. المعذرة، لدي كانيلوني شهية من أجلك. أوه، وأريدك أن تجرب الفيتوتشيني ألفريدو. أوه، والدجاج مع الخبز بالثوم أيضا. ف
فيتو، فاجأتني، أنت فعلاً طاه امبارح. شكراً لك أيها الشيف، شكراً لك. وأنت أيها الهر، أنا مدين لك لأنك السبب في حدوث ذلك. أخبرني كيف أرد لك الجميل. غارفيلد، لا أعلم كيف فعلت هذا. لقد أحضرت الشيف سكويزيتو إلى هنا ليحضر لنا أشهى لازانيا في العالم. لم أقم بالطهو لعدة سنين منذ أن تقاعدت. لقد قمت ببيع وصفتي لشركة تدعى إنها جاهزة. تفضلوا، إليكم لازانيا جو المثلجة. شيف سكويزيتو، لا أدري كيف أخبرك بذلك، لكننا جربنا لازانيا جو المثلجة وكان طعمها سيئاً. قلت سيئة؟ لكنها شهية جداً، وهي سهلة التحضير. ما عليك إلا نزع البلاستيك عنها ووضعها في الميكروويف. نزع البلاستيك؟ هاي، إن نزعتم البلاستيك عنها قبل أن تطهوها؟ فستكون أشهى لازانيا في العالم.